اهلا بكم مشاهدي تلفزيون اليوم السابع في نشره اقتصاديه جديده. النهارده معانا مجموعه من الاخبار المهمه واللي بتهم الناس كلها. الناس كلها النهارده بتركز على الذهب، بتركز على سعر الدولار، بتركز على الخدمات. النهارده يعني خلينا ابدا معاكم بالذهب، اللي النهارده عيار 21 او كل الاعيره بتفقد 180 جنيه في يومين اتنين، وطبعا ده نتيجه للتراجع العالمي في الذهب. الذهب النهارده انخفض سعر الاونصه على المستوى العالمي خلال تداولات اليوم، انخفضت وده انخفضت لليوم الثاني على التوالي، وده طبعا بعد استقرار لمدة أسبوعين. طب ليه الذهب انخفض؟ بعد انحسار المخاوف، طبعا التوترات اللي في الشرق الأوسط والحروب وغيرها كان عامل بعض المخاوف. طبعا مع انتهاء هذه التوترات بدأ في نوع من الاستقرار في الشرق الأوسط، وبالتالي الذهب بدأ ينخفض، وكمان في عمليات بيع علشان جني الأرباح. حضراتكم عارفين انه في ناس طبعا التجار بيبيعوا في وقت معين وبيستفيدوا من هذا الأمر. في الحقيقه كمان الذهب عايز اقول لكم ان النهارده انخفض بنسبه 1.4%، ده على المستوى العالمي، وبيسجل ادنى مستوى منذ اكثر من اسبوعين، سجل 2291 دولار للاونصه. كان افتتح جلسه اليوم عند مستوى 2327 للاونصه، وده طبعا زي ما انا قلت لحضراتكم في انخفاض في الذهب. في انخفاض كمان امبارح بنسبه 2.7%، وفقد الذهب 65 دولار، ده على المستوى العالمي، وده اكبر معدل انخفاض يومي منذ أكثر من عام. ولو حضراتكم متابعين معانا، وأنا كنت بتكلم معاكم في النشرات قبل كده بقول لكم إنه الذهب هينزل، إنه الزيادة الحالية اللي موجودة في الذهب هي في الحقيقة زيادة شكلية، لأنه كمان هو تقدير جزافي. مع استقرار الدولار ومع هبوط الدولار الذهب بينزل في مصر، ونسبة الانخفاض خلال الأسبوع الماضي كلها على بعض بقت 4.1%. واتكلمنا بقى عن الذهب محلي. الذهب النهاردة في مصر طبعا مع بداية التداولات تراجع. عايز اقول لكم ان الذهب امبارح والنهارده انخفض 180 جنيه. الذهب انخفض 180 جنيه مع انخفاض سعر الدولار، اللي ايضا هنستعرض معاكم الخبر خلال الفتره او في الخبر اللي جاي هنقول لكم الدولار انخفض قد ايه. استعرض معاكم اسعار الذهب النهارده. عيار 21 بيسجل 3543 جنيه، عيار 21 بيسجل 3100 جنيه، ده كان 3260 جنيه وكان 3200 جنيه قبل 3 ايام. عيار 18 بيسجل 2657 جنيه، وعيار 14 بيسجل 2067 جنيه. كمان الجنيه الذهب لو حضراتكم متابعين فقط حوالي 800 جنيه خلال اليومين اللي فاتوا، بيسجل 24800 جنيه. والذهب في الفتره اللي جايه، لو حد يعني سالني او حد من الناس اللي بتتابع معانا النشره، اقول لهم انه الفتره اللي جايه الذهب في انخفاض. انا هقول لكم على حاجه مهمه جدا. الناس اللي هي بتشتغل في الذهب او بتاخد الذهب كملاذ امن، طول ما انت شايف الدولار نازل وشايف فيه استقرار في الاقتصاد اعرف ان الذهب بينزل. شايف على المستوى العالمي كمان في الامور مفيش حروب وفي نوعا من الاستقرار اعرف ان الذهب بينزل، وبالتالي مع فترات الاستقرار الذهب بطبيعه الحال بينزل وبيواصل النزول. ده بالنسبه للذهب. هنستعرض معاكم كمان انخفاض الدولار. الدولار كمان انخفض امام الجنيه منتصف تعاملات اليوم. عايز اقول لكم ان الدولار امبارح والنهارده خسر 25 قرش قدام الجنيه. حد يقول لك 25 قرش؟ ال 25 قرش ده رقم كبير فيما يتعلق بالاقتصاد. انخفض سعر الدولار قدام الجنيه المصري بمنتصف التعاملات النهارده في البنوك في مصر. هنستعرض لكم اهم اربع خمس بنوك في مصر. البنك الاهلي سجل فيه الدولار 48 جنيه و5 قروش للشراء، وطبعا كان طبعا 48 جنيه و10 قروش صباحا، وكان 48 جنيه و20 قرش للبيع. في بنك مصر وبنك الاسكندريه السعر واحد، سجل 48 جنيه و7 قروش للشراء، 48 جنيه و17 قرش للبيع. طيب في البنك التجاري الدولي السي اي بي سجل 48 جنيه و5 قروش للشراء، 48 جنيه و15 قرش للبيع. وفي بنك القاهره بيسجل الدولار 48 جنيه و5 قروش للشراء، سجل 48 جنيه و15 قرش للبيع. ده فيما يتعلق بالدولار. وزي ما انا قلت لكم في ربط بين الدولار وبين الذهب. الذهب بينزل لان الدولار بينزل، في استقرار في مؤشرات الاقتصاد، في هبوط في اسعار الدولار. من الخبر ده لخبر تاني مهم عن اوقات العمل الصيفيه لمنافس بيع مقدمي خدمات الاتصالات. طبعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اصدر تعليمات بخصوص اوقات عمل منافس بيع مقدمي خدمات الاتصالات والاوقات الخاصه بالتعامل مع الجمهور لتكون كالتالي. ده خبر خدمي مهم جدا علشان تعرف طوال ايام الاسبوع المراكز دي هتشتغل. طبعا ده عدا يومي الخميس والجمعه من الساعه 9 صباحا وحتى الساعه 10 والنصف مساء، يبقى العمل من 9 الصبح لحد 10 ونص بالليل.
يوم الخميس من 9 الصبح لحد الساعة 11 بالليل 11 ونص تحديدا، ويوم الجمعة من الساعة 3 العصر لحد الساعة 11 ونص بالليل، وده طبعا علشان التوقيت الصيفي اللي جاي. كمان الجهاز ألزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز، ده طبعا مهم جدا خلال الفترة اللي جاية. آخر خبر معانا النهاردة خبر حلم تصنيع السيارة الكهربائية أو حلم تصنيع المركبات الكهربائية. دكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال زار شركة النصر لصناعة السيارات وخطوط الإنتاج الجديدة، وده طبعا بالشراكة مع القطاع الخاص. حضراتكم زي ما انتم عارفين الفترة اللي فاتت إن وزارة قطاع الأعمال العام بتتكلم عن تصنيع سيارة كهربائية ومرة، وبعدين تصنيع توك توك كهربائي مرة، لكن وتصنيع أوتوبيسات سواء أوتوبيسات غاز أو أوتوبيسات كهرباء، وفعلا تم تصنيع عدد من الأوتوبيسات. هذا الحلم ما زال يراود شركة النصر لصناعة السيارات علشان تطلع سيارة كهربائية. طب ليه سيارة كهربائية؟ علشان الناس برضو المتابع معنا العالم كله بلا استثناء بيتجه لتصنيع السيارات الكهربائية علشان الحد من التلوث، الحد من الكربون، الوصول إلى زيرو كربون، الوصول إلى الحياد الكربوني، علشان درجة الحرارة الحارة جدا اللي احنا بنعاني منها ما ترتفعش أكتر من كده. الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال زار النهاردة وقام بجولة تفقدية داخل شركة النصر لصناعة السيارات، طبعا شملت مختلف خطوط الإنتاج والعنابر، منها خط التجميع وكبائن الدهان واللحام وغيرها من مراحل التصنيع وتجميع ومعدات إنتاج الأوتوبيسات اللي موجودة حاليا في الشركة، ويتابع عمل طبعا مشروع تصنيع الأوتوبيس والميني باص وأعمال تنفيذ خطوط الإنتاج الجديدة في إطار خطة التطوير اللي بتشهدها الشركة بالتعاون مع شركة قطاع خاص محلية وأخرى صينية علشان تصنيع السيارة الكهربائية. دكتور محمود عصمت استعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وخطوات الإنتاج حتى الآن فيما يخص الصفقات الجديدة لتسويق الأوتوبيس اللي بيتم تصنيعه بالفعل والميني باص والمركبات الجديدة اللي بيتم إنتاجها من خلال مشروعات الشركة. واستمع وزير قطاع الأعمال العام لشرح من المهندس خالد شديد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات فيما يخص موقف الاتفاقيات الأخيرة. يعني الوزير برضو سأل إيه الاتفاقيات الأخيرة اللي تم توقيعها مع عدد من الشركات الأجنبية في مجال تصنيع الحافلات والمركبات التجارية والملاكي، وكذلك الجهود التسويقية للأوتوبيس الجديد. فعلا خلينا نقول إن الأوتوبيس الجديد ده أول باكورة إنتاج فعلا اتحركت وهو موجود بيشتغل في العاصمة الإدارية الجديدة واللي أنتجته الشركة طبعا، وده صديق طبعا للبيئة بمكون محلي يزيد على 60% بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية، وده وفقا للمعايير الأوروبية للإنبعاثات زي ما أنا بأكد لحضراتكم. كمان الوزير تابع موقف في التعاقدات الجديدة لصالح عدد من الجهات والشركات المحلية في إطار جهود الوزارة ومساعيها لإعادة إحياء الشركة ومواكبة التطور العالمي بالتحول لاستخدام الطاقة النظيفة وإنتاج المركبات صديقة للبيئة، وده طبعا بيتزامن مع خطة الدولة وبيتزامن مع الخطة اللي بتقودها الأمم المتحدة من خلال قمم المناخ المختلفة علشان الحد بشكل كبير من الانبعاثات الكربونية. واللي لا حضراتكم فاكرين احنا استضفنا COP27 في شرم الشيخ وكان لها طبعا دور كبير في اقرار العديد من الاتفاقيات. كمان الدكتور محمود عصمت قال ان هناك دعم ومتابعة من القيادة السياسية رئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين صناعة السيارات واحياء وتشغيل شركة النصر للسيارات وامتلاكها لأحدث التكنولوجيات. طبعا الشركة محتاجة تكنولوجيات جديدة علشان تصنيع السيارات او تصنيع المركبات الجديدة في الفترة اللي جاية بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية، بالإضافة لإعادة تأهيل الشركة من خلال تحديث خطوط الإنتاج وإضافة خطوط إنتاج جديدة لإنتاج زي ما أنا قلت لكم الحلم هو إنتاج مركبات كهربائية بمختلف أحجامها، وإن هناك مؤشرات إيجابية وعقود تم توقيعها بالفعل ومراحل متقدمة في مفاوضات أخرى جارية مع عدد من الشركات العالمية لنقل وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية. وفي الحقيقة ده أمر في منتهى الأهمية، وكمان إنه من المتوقع حسب التصريحات طبعا انه يكون في 2025 ان شاء الله يكون في تصنيع لسياره كهربائيه في مصر خلال الفتره اللي جايه، تصنيع سياره كهربائيه علشان تلبي الطموحات. مصر ممكن او الدراسات بتاكد انه مصر ممكن يعني تحتاج 30 الى 40 الف سياره كهربائيه في المرحله الاولى سنويا، وده ممكن يزيد ل 80 الف او 75 الف لسياره خلال المرحله المقبله اللي موجوده في مصر نظرا للإقبال المتوقع على السيارات الكهربائية. في الحقيقة كمان أهمية السيارات الكهربائية اللي احنا عمالين نتكلم السيارات الكهربائية لأنها لها مزايا كتيرة جدا. أولا إن هي هتكون أقل كثيرا في موضوع الوقود، أقل كثيرا في البنزين، هتوفر يمكن تلت التكلفة بتاعت البنزين، هتوفر
يمكن نص تكلفة الغاز الطبيعي، وبالتالي ده مشروع مهم جدا وحلم في منتهى الأهمية، احنا بنأمل انه يتم في المرحلة المقبلة. دي كانت ابرز الاخبار اللي موجودة معانا معاكم في النشرة الاقتصادية، واللي بدأناها بانخفاض الذهب، انخفاض الدولار، مواعيد عمل خدمات الاتصالات، واختتمناها بحلم تصنيع السيارة الكهربائية لوزارة قطاع العمل العام. كان معكم عبد الحليم سالم، والتقيكم في نشرات اقتصادية جديدة.